حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أمين عبد القدير بركات في زيارة وداع عقب انتهاء مهمته سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلاده في الجزائر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشيد بخصال المجاهد المرحوم حسين سنوسي ونضالاته إبان الثورة التحريرية في برقية تعزية لعائلة الفقيد. شهادة التعليم المتوسط اختيارية والانتقال باحتساب معدلي الفصل الأول والثاني وإجبارية للمترشحين غير المتمدرسين في تعليمات للوزير الأول بعد استشارة رئيس الجمهورية. اللواء سعيد شنقريحة يقلد بموسكو بوسام الذكرى 75 للانتصار على النازية تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين والجيشين وتقديرا للحضور المتميز للجزائر في الاحتفالات الرسمية بعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى. عقب التعديل الحكومي الذي أجراه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة الجدد يتسلمون مهامهم وسط تأكيد للعمل على تحقيق الوثبة التنموية والاقتصادية في كل القطاعات. 171 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتماثل 118 للشفاء وتسجيل 8 وفيات جديدة.